السلام عليكم، كديري؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم كيك عادي، كيك ديال ربعات البيضات بالشوكولا بالكاكاو، ولكن واحد الحشوة مختلفة ديال كوكونيسلي اللي كتجي سهلة جدا وفي نفس الوقت المذاق رائع. كتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما فيهاش المقادير بزاف كيف ديما. نبداو على بركة الله. بالنسبه البنات لهذا الكيك احتاجوا ربعه البيضات، رشه ديال الملحه. انا عبرت بهذا الكاس ديال الياغورت طبيعي، واللي عبرت به جوج كؤوس ونصف ديال الدقيق، الكاس ديال الحليب، الكاس ديال السكر سنيده، الكاس ديال الزيت، لنصف كاس ديال الشوكولاته غبره، وساشي ديال الفاني، و15 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. بالنسبه للحشوه انا درت 125 غرام ديال الكوك وجوج معالق كبار ديال الدقيق ونيسلي، الحساب اللي غيجمع لينا هاد جوج مقادير. اول حاجه غنبداو بالكوك، نجمعوا الكوك والدقيق ونيسلي. هنا خلطت الكوك والدقيق، خلطتهم مزيان، عباش غنزيدو نيسلي. عيننا ميزاننا حتى يجمع الخليط ديالنا. من بعد ما جمعنا الكوك والدقيق ونيسلي كنحسوا على واحد العجين بحال هكا، تكون شاده في راسها باش نشكلوها كيف ما بغينا. بالنسبه للنيسلي هنا استعملت نص بحاله 190 غرام ديال النيسلي، اللي جمع ليا هاد 150 غرام 129 غرام عفوا ديال الكوك وجوج معالق ديال بالنسبه للكيك ديالنا. حنا درنا ربعات البيضات، غنديروا ساشي ديال الفاني وكاس وربع ديال السكر سنيده. كنطربو مزيان هاد جوج العناصر حتى يتضاعف الحجم ديالهم. من بعد ما طربنا مزيان البيض والسكر حتى تضاعف الحجم ديالهم ولا بيض، كنزيدو العناصر الاخرى، كنزيدو رشه الملحه، الكاس ديال الحليب، الكاس ديال الزيت، نصف كاس ديال الشوكولاته غبره، خمستاشر غرام ديال الخميره ديال الحلوه، وجوج كؤوس ونصف ديال الدقيق. كنخلطوا كلشي. من بعد ما خلطنا جميع العناصر، هنا شديت المول طويل، دهنته بالزبده ورشيته بالكاكاو، وبهذه الحشوه ديال الكوك درتها بحال هكا على شكل طولي. الا كان عندكم المول مدور ممكن هاد الحشوه ديروا كرات وتحطوا وحده الاخرى. دابا غنخويو شويه من الكيك عباش غنديروا هاد الحشوه. كيف كتشوفوا هنا درنا الكيك وحطينا هاد الحشوه عباش غنخويو داكشي اللي باقي من الكيك ديالنا. بالنسبه للفران بحال كيكه عاديه، اصلا هي غير كيكه عاديه، كنشعلوها نشعلو عليها غير من التحت لمده ديال 30 دقيقه على حساب الفران. ملي كيطيب الكيك ديالنا تقبتو بحال هكا وسقيتو بالحليب، وغنقلبو على الجهه الاخرى ونسقيه مزيان بالحليب عاد باش ممكن نزينو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، زوقتو بالكوك ونيسلي من الفوق، كيجي بحال هكا. بالصحه والراحه.